نحكي عن نجم تونسي محبوب جدا، متعدد المواهب، ممثل مسرحي، تلفزيوني، سينمائي، مقدم برامج، رياضي، عنده سيكس باك ما شاء الله عليه، جسمه مثل رونالدو بس ما بعرف لعبه إذا مثل رونالدو ولا لا. نضال السعدي مع حسين الطاي. من مدينة سليانة التونسية وبعام 1988 تربى ونشا ضيفنا على حب المدينة الشمالية الخضراء الساحرة وعشق الفن والمسرح والأدب والحياة لأنها ممتلئة بالمغامرات. انتقل مع أهله لمدينة الفن باريس بعمر 10 سنين وبسبب والده اللي عمل مع المنظمات العالمية. نضال اسم على مسمى وما عرف طريق للاستسلام واشتغل بالفنادق وبالبيع والشراء وما اهتم لأي كلام ورفض الطرق السهلة لأجل الدراسة. تعب وحقق شهادة الماجستير بإدارة الأعمال ثم قرر يرجع لتونس. البداية كانت بالمسارح واتجه للتلفزيون عبر مسلسل أولاد مفيدة في دور بيرم اللي حقق النجاح. ورفع عينيكم ديما الخايب ديما البلعود وميسالش في عوض من هز لزوز كناترية بشاربوه كيف ما حبسي بدر هزيت لزوز رجال بش يشدوه ومشيت لبو قلت له كان ما يعطينيش مليار هاي ولدو باش نسلمو للحاكم. ضيفنا دمه خفيف ويحب المزاح مع الأصدقاء وهو سر الضحكة. نسيم أنا صديتك بحذية توا عندي في تنترفيو باش نعملك في المال بتاع الكرب ميتين نزال عايزك سلام بارك مبروك. كيفاش شق فاترك كيفاش مسيس شق فاترك انتي؟ النجاحات متنوعة ومختلفة وعند فيلم في عينيا لنجيب بالقاضي كسر كل التوقعات وغير التاريخ. لطفي هذا دوره بالفيلم حقق جائزة أحسن ممثل في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في 2018. نضال قرر يدخل التجربة الفريدة ومسرحية لا هكة ولا هكة وبطريقة وان مان شو ومن عامين بين تونس والعالم قرر يسافر دبي، كندا، فرنسا وكودوفوار. السعدي كان وجه السعد وين ما يروح. من التمثيل للتلفزيون وجد نفسه ببرنامج عبر نهار الأحد ما يهمك حد ثم برنامج 360 درجة وبلحظة كسرت الحجية من بيت بورقيبة كل التوقعات ودخلت على الخط ويا لها من مفاجأة يا نضال. همش تعمل خالت عليا حتى في مرة حد ما همك في حد لحظة تعليق وين انت رياضي ومشاكس ويحب الفرص شاطر بالرقص ويحب ينشر البهجة والسعادة. العائلة أولا عنوان يتغنى به ابن تونس وعلاقته مع إيلان ابن أخته ماخذة كل عقله وعاطفته. انت الحب الكبير الأول ضيفنا غير مرتبط وهذه فرصتكم يا معجبات والله يساعدك من أسئلة أبو كرم يا نضال لو طلعت تحب. حسين الطائي صدى الملعب. اسمعني نحب نقول برافو 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 للفريق اللي خدم الخدمة دي مزيانة برشا ولا بالحق حاجة عجبتني برشا ومستني برشا ويعطيكم الصحة على الخدمة هذية اللي عملتوها متاع الروبورتاج هذية بالحق برافو. طيب